النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أعلن مصرف البحرين المركزي عن التوصل إلى اتفاق مع البنوك المعنية لإلغاء التوجه بزيادة نسبة الفائدة على بعض القروض العقارية الخاصة بالمستفيدين من البرامج والحلول الإسكانية، والإبقاء على نفس نسبة الفائدة كما هو متفق عليه مسبقا مع المقترضين. للحديث حول دور القطاع الخاص في دعم مشاريع وبرامج الحكومة، يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد محمد رجب أيوب، رئيس مجلس إدارة شركة أنفا القابضة. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية. من وجهة نظرك كخبير عقاري، كيف تقيم تأثير إلغاء التوجه بزيادة نسبة الفائدة على بعض القروض العقارية الخاصة المرتبطة بالبرامج والحلول الإسكانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أود أن أشكر تلفزيون البحرين على هذه الاستضافة وعلى تسليط الضوء على هذا الموضوع الهام واللي يمس شريحة كبيرة من المواطنين. واعتقد ان الاتفاق اللي حصل بين مصرف البحرين المركزي والبنوك اللي تقوم بتمويل القروض العقاريه للمشاريع والبرامج الاسكانيه هو قرار هام وايجابي ويصب في مصلحه القطاع العقاري في مملكه البحرين. بلا شك اي زياده في قواعد القروض العقاريه ينعكس سلبا على توجه كثير من المواطنين على البرامج والتمويلات الاسكانيه، خصوصا كما عرفنا ان المشاريع الاسكانيه تشكل نسبه كبيره جدا من حركه التداول العقاري. ايضا زياده الفوائد يؤثر سلبا على مجمل حركه المشاريع العقاريه في المملكه. لذلك اعتقد ان الاجراءات اللي قام بها المصرف المركزي يكسب اهميه خاصه، حيث سيثبت الثقه والطمانينه في السوق العقاريه، لان عندما تضعف ثقه الناس في النظام المصرفي فان لن يكون هناك اقبال على الاقتراض، وهذا يعني تراجع في حركه المشاريع التجاريه والعقاريه والنمو الاقتصادي. وارى ان هذا القرار يستحق كل الاشاده، وهو قرار يعبر عن إرادة حكومية جادة في متابعة أي شكاوى أو ملاحظات قد تؤثر على نمو القطاع العقاري في المملكة وعلى النشاط التجاري والاقتصادي، ويعبر عن اهتمام الحكومة الموقرة وحرصها على عدم تأثير حركة السوق العقاري في المملكة والمشاريع الإسكانية بشكل خاص. نعم، إذن ما هي توقعاتك لتطورات نسب الفائدة في المستقبل؟ يعني نتمنى أن تنخفض الفوائد، لكن انخفاض الفوائد بشكل عام أمر مرتبط بالظروف المتغيرات العالمية، لأن ارتفاع الفوائد على القروض الجديدة كان توجه عالمي في العام 2030 بسبب العديد من الظروف والأزمات الاقتصادية العالمية. ولكن هناك الكثير من التوقعات والتحليلات من مراكز علمية وبحثية ومراكز متخصصة في الاقتصاد تشير إلى أن الفوائد أو فوائد القروض ستشهد انخفاض هذا العام اللي هو 2024، ولا شك بأن ذلك سيكون له تأثير إيجابي كبير على حركة التداول العقاري في المملكة وعلى يعني الاقتصاد العالمي ككل. نعم سيد محمد رجب أيوب، رئيس مجلس إدارة شركة أنفا القابضة، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. أكد الدكتور علي فولاذ المستشار بهيئة البحرين للسياحة والمعرض أهمية إقامة ورشة عمل الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات ICCA في مملكة البحرين، والتي ينظمها كل من مركز البحرين العالمي للمعارض والرابطة الدولية للمعارض والمؤتمرات ومقرها في هولندا. وقال أن ورشة العمل ضمت المعنيين في قطاع صناعة المؤتمرات والمعارض وتطويرها من البحرين والخليج العربي. وبين الدكتور فولاذ أهمية التشبيك الدائم بين العاملين في هذا القطاع، فصناعة المؤتمرات يراد لها أن تكون صناعة قوية ورديفة للصناعة الأخرى التي تدعم القطاع السياحي في المنطقة. كما أعلن الدكتور فولاذ عن وجود تعاون جديد بين هيئة البحرين للسياحة والمعارض ومنظمة السياحة العالمية لاستضافة أول منتدى من نوعه في منطقة الشرق الأوسط يعنى بالأطعمة والأغذية، وهو منتدى يعتبر الأول كفعالية دولية تعنى بسياحة الطعام في المنطقة. وأوضح أن سياحة العراس ستشهد قفزة في معدلاتها هذا العام عن السنوات السابقة، إذ تعتبر البحرين جاذبة للأعراس الفخمة والفاخرة.
والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.